نروح للمباراتين التانيين، جامبيا وتونس. جامبيا وتونس طبعا مفاجأة من العيار التقيل جدا طبعا فريق جامبيا. الدولة دي دولة مسلمة، أول مرة يشتركوا في كأس الأمم الأفريقية، إنهم يفوزوا في مجموعة زي دي ويبقوا ترتيبهم يعني عندهم 7 نقط، لم يهزموا، فوزين وتعادل ويصعدوا عن المجموعة دي، فكانت حاجة كبيرة جدا. يعني هي فرق بينها وبين مالي فرق الأهداف بس مش أكتر، إنها كسبت موريتانيا 1-0، لكن كوت ديفوار، لكن مالي كسبت النهارده موريتانيا 2-0، هو ده اللي فرق معاها بس. لكن هي لو كانت كسبت هي 7 نقاط زيها زي مالي بالظبط. المباراه طبعا كانت مفاجاه، المنتخب التونسي برضو ما كانش موجود، اللي برضو حتى الاحصائيات برضو انا قلت قبل كده مش دليل، تونس الاحصائيات او الاستحواذ 69% ل 31%، مش هو الاستحواذ. ولكن لما تيجي تشوف ان توتال التسديدات على المرمى لتونس 19 تسديده، منهم 3 بس بين القائمين والعارضه، حاجه هزيله جدا. في المقابل ان جامبيا 10 تسديدات بينهم 3 بين القائمين والعارضه، ومنهم واحده اللي جه منها الهدف. لا انا كمان يا استاذ فاروق، يعني المغرب جاله 3 ركلات جزاء في البطوله، يمكن واحده امام عفوا تونس. اكمل بس دي بعد اذنك، يعني 3 ركلات جزاء للمنتخب التونسي، واحده قدام مالي، واحده قدام موريتانيا، واحده قدام جامبيا. وهب الخرزي او الخزري ضيع واحده، يوسف المساكني ضيع واحده، وسيف الدين الجزيري ضيع واحده، يعني هدار ركلات جزاء. ويمكن ان علي معلول الحمد لله لم يهدر، لانه من ضمن اللعيبه اللي كانت المفروض بتلعب، لكن حتى يمكن المدير الفني التونسي، المدير الفني منتخب التونسي اتكلم وقال ان علي معلول في ركله فيهم اداها لزميله، ولكن في الاخر ضيعها. لكن في الارقام سلبيه، ده اللي انا عايز اقوله للمنتخب التونسي. بالظبط، المنتخب التونسي انا معايا، انا بسرع في رتم المباريات لان انا عندي احصائيات للمجموعه وحاجات ان شاء الله من اللي بتعجب الجمهور، انا عملتها مخصوص للجمهور برنامج كره بلدنا، هنقولها برضو على السريع بعد المباريات. طيب. طبعا انا عندي الاحصائيه دي. تمام، المباراة طبعا انتهت 1-0 في الدقيقة 94 زي ما احنا شفنا، مباراة تونس وجامبيا. وانا عايز اقول لحضرتك جامبيا اول بطولة تلعبها كأس أمم، اول اشتراك في تاريخها، فوزين وتعادل، ودي حاجة كبيرة جدا وحاجة محترمة جدا، وعجبني جدا منظر السجود الفرقة والجهاز الفني كله بالكامل بعد انتهاء المباراة. هاي هاي عجبني تصريح واحد بس الكابتن طارق دياب لما كانوا يعني بعض المذيعين او بعض الناس بتحاول تهدي شويه من المباراه، لكن هو كان له تصريح جمله محترمه جدا، قال لك جامبيا اهانت تونس، كيف سيدير منذر الكبير مقابلته الجايه مع نيجيريا وهو لا يستطيع اداره مباراه جامبيا، عيب على الكره التونسيه ما حدث. انا ضد لفظ اهانه ده، ولكن يعني كرويا على ارض الملعب امر وارد، لكن ضد استخدام لفظ الاهانه ده يعني. طب نروح لمباراه مالي وموريتانيا. مالي وموريتانيا المباراه انتهت 2-0 لمالي. موريتانيا الفريق برضو له رقم سلبي هنقوله في الاحصائيات بتاعتنا، فازت 2-0، الهدف الاول ابراهيم كوني اللي هو متخصص ضربات جزاء، 3 ضربات جزاء لمالي سددهم الثلاثه وسجلهم الثلاثه متخصص. وطبعا الاول ماسيديو هيداره احرز الهدف الاول لمالي في الدقيقة الثانية، إبراهيم كوني أحرز الهدف الثاني المالي في الدقيقة 49، بتنتهي المباراة 2-0 وتصدر مالي. فيديو هيدارة ده بيلعب في فريق لانس، 29 سنة بيلعب في فريق لانس الفرنسي، فيعني أعتقد الناس دايما التجربة الاحترافية بتفيد، فتواجده في الدوري الفرنسي أكيد بيضيف ليه، وده دايما مالي، يعني دايما تلاقي مالي على طول موجود، لعيبة منها كتير في فرنسا يعني.